والله معك حق، انا مش طبيعي، مش طبيعي. تحياتي لأحلى متابعين وأحلى جيمرز وأحلى جيكس، معكم حسان سالم من قناة جيكس الشرق الأوسط. إحنا رايحين لواحد اسمه جلاسكن بإجرينا. مين جلاسكن؟ معقول يكون أبو مقص؟ ولا اللي بده ياكلنا؟ مش عارف. لايك على السريع، الله يرضى عليكم، لحتى نقدر نكمل هالرعب اللي إحنا فيه. إذا سامعين في ناس عم تركض قاعدة، إشي فوق وإشي تحت وإشي يمين وإشي شمال. في أغنية، مش هاي أغنية توم أند جيري القديمة؟ لا لا. أوه. أوه، إيش هالمنظر الشنيع. حسيت انه بده يكتب اشي، لازم بقول لك انه هذا عبارة عن جثة زلمة اتشوهت لحتى تتمسخر على معجزة الولادة. شو هالشناعة. وبعديها تذكر ليزا وتذكر الولاد وكيف ولدتهم وهالقصص. اوه يا، كتير هيك، بس كتير كتير كتير. معقول هذا جلاسكن اللي عامل هيك؟ إذا مش أبو مقص ولا اللي بده ياكلنا. هي في حد كان يركض؟ كرهت هالأغنية اللي مشغلينها، وكرهت توم أند جيري. غرفة الخياطة، معقول احنا رايحين عند واحد خياط بالمصري ترزي؟ صح. يا سلام، حيترتز علينا هلا. استنوا شوي، حيخيطنا. يا مخيطنا يا مستتنا، يخرب بيتك، مين ما كنت تكون خايف اركض. طيب لا، هذا هو. الله لا يوفقك. جاي لي؟ لا، ما اتفقناش ابدا. ايش؟ هيو، الله يخرب بيتك. وينه؟ اوه، جاي ركض الخياط المقرف. بدنا نلعب غمادة هلا. استنى شوي، يخرب بيتك يخرب بيتك. لا بس من وين الطريق؟ انت من اجيت لنا؟ لان انتو هيك بالعاده. اها هيك، عيب. روح من وجهي ايها الخياط المقرف. عمل سيف وراحت. وينه؟ بركض. الله يخرب بيتك. هذا جلاسكن؟ وكان هيك عامل بهديك الجثة؟ مشوهها؟ ايوه. ايش هاد؟ يا عروستك العروسة الجميلة. ايش هاد؟ ايوه، لما كنت ولد صغير ماما قالت لي رح تتجوز ورح تنبسط، هيك عم بحكي قاعد. ايش، مين هذا اللي بده يتجوز وبده يخلف وبده يهبب الدنيا؟ حل عنا يا حل، تجوز لحالك، شو عمل لك؟ بقول لك كنت بدور ومش ملاقي بنت الحلال اللي تفهمني. مين دي يفهمك انت؟
شاحنة لازم تفهمك، قطار يدعسك. بدنا نغير هالبطارية، بدناش نغامر لأن الموسيقى تغيرت وهذا صوته قرب بيروح يفلمنا هلأ ويعمل لي ها زي هداك. طيب الموسيقى متغيرة بس لهلا ما بينش، مش يكون مبين واحنا مش شايفين. انا ماشي، انا مش راح استنى ليطلع يطلع لي ويعمل لي مفاجأة. بنط 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 الخياط، بنط. خرب بيتك عبيط خياطك، اكيد شغلك مش حلو. سريع على فكرة، ما شاء الله رشيق الخياطة رشيق. الطريق غلط، لا الطريق مش غلط. واقف سلم 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 سلم، انتحر. اوه 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 اوه، ناقصك ناقصك انت كمان. بتطمن عليه بالاسكن، قول لي انت منيح، ما تتعذبش بدوني. ايش هالرومانس المقرف هاد؟ بقول لي انت بتفضل تموت بدوني. انا بدي اموت بدونك. Then die. ايش في؟ ايوه اطلع السلم. لوين؟ اوه اطلع اطلع، فوت من هون. اوه بعرج بعرج. يا سلام، ناقصك ما انت يا ويلك يا ويلن ويلن بارك الحزين. هاي اطلع، مش هدول الملكانات بيستخدموهم؟ اخ حاطط راس حدا، بيستخدموهم بالخياطة. هذا صار يعرج، يعني انا هلا كابس كبسة الركض، هذا اسرع اشي هيك. مأساة على فكرة الوضع. بريس، لا هي في خزنة. لا طب احنا فيش مجال نركض. انجن اللي معي، ويلن انجن. اوه لا هيك، يا لا هذا هبل. نعمل هيك نبعد عنا. اخ اخ اخ، لا يوفق. ايوه ما لا يوفق. مش بقولكم ويلك يا ويلن. طب هذا كيف بدنا نهرب منه؟ كيف بدنا نهرب منه؟ سكر سكر. كيف هذا بركض وبعرج؟ صح. اوف مش حكالي هلا بريس مربع تو هايد. يمكن لازم نتخبى لانه ما فيش مجال يركض صح. هي هيك دارلينج، بقول لي دارلينج عزيزتي. خرب بيته شايفني وحدة، شافني متنا. عم بصير A delicacy to be unwrapped. عم بيزيح الخزانة اللي أنا فيها، يعني طلع لازم نعمل هيك. دارلينج دارلينج بعينك يخرب بيتك. ايش بده يعمل فيه؟ يا خرب بيته شايفني وحدي. And I want to say I'm sorry. I just You know how a man gets when he wants to know. But after the ceremony, I made an honest woman of you. الطقوس في هاللعبة مش مريحة أبدا. واحد بده يقص.
وهذا شايفني وحدة، شو القصة؟ بده عيلة؟ ولك بدك، بقول لك بدك قطار يدعسك. بده يجيب اولاد من مين؟ من مين؟ الرحلة طويلة في هالخزانة. اهلا يا حبيبي، في ايدين معلقة واجرين ورش علي مادة مخدرة. يا سلام، عم بقولكم هذا الدي ال سي اشنع من اللعبة الرسمية. ما رديتوا علي على فكرة، اشنع. بعد مرور 12 ساعة ويلم بارك خلف ولا لا؟ هذا مش انا، انا لساتني بالخزانة. عم بقطع عم بقطع وعم بخيط. ايش بدي يعمل؟ ها؟ لا لا، الله يخرب بيته. شفتوا شو عملوا؟ شو عمل قصدي؟ ايش؟ لا بدناش يمزح معي هيك ابدا. ما اتفقنا ابدا. هذا مزحه مش حلو بالمرة. وانا مش مرتاح. ما الذي يحصل؟ وين ايش راح يصير فيه؟ Silky smooth, like a little girl again. هذا تجاوز ابو مقص، وتجاوز ابو اللي بده ياكلنا، وتجاوز ور رايدر. لا، او ماي جاد، واو. فرمة، عمل هاي لحمة مفرومة كفتة. مش بني آدم، مش بني آدم أبدا. شو هاد؟ إيش دورنا؟ أهلاً. You're going to be beautiful. A woman has to suffer some things. It's not شايفني وحدة. But just try to endure. For my sake. For the sake of our children. It won't take long. A few snips of the flesh here and here. Cut away everything. زي اللي بلحن لي وبغني لي قبل ما يقطعني. A soft place to welcome my seed. To grow our family. لا بس مصيبة، لازم يصير اشي. هذا مربط من كل الجهات. And the conception. And birthing is never easy. لا لا. لا. روح اشوف، ما بدي اطلع. مش اطلع. اوف، مين هاد؟ قوم قوم، مش مهم، مهم قوم. قوم اركض اهرب، قوم اركض اهرب، بليز بليز ارجوك. معلش معلش، يلا 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 يلا. هاد انت لسه بتعرج حزين. وين؟ فيش بطارية يا حبيبي، فيش بطارية للكاميرا. معلش، ايش في؟ يخرب بيته هيو. ايش هادي؟ هادي حركة هبل مني ولا كيف؟ لا مش شايفني على فكرة، مش شايفني. اوف اوف اوف.
don't have to hide from me. We want to help. مش شايفني؟ معناته مش حركة هبل. الحمد لله الحمد لله. طب أنا لو عملت هيك وعملت هيك رح ضل أزحف لتنجن الموسيقى ويشوفني ويقول لي هاها عزيزتي دارلي. خليك هيك خليك هيك، احنا طول ما الوضع سليم خليك هيك. بطل سليم بطل سليم. شافنا شافنا من وين؟ من هون؟ فكر اكزيت تتخوت. انتو قدرتوا تحطوا لنا اكزيت تخوتوا علينا بكلمة اكزيت. اوكي من هون ماشي ماشي. من وين من وين؟ اوه اي باب. طيب انا ماشي هيك غلط. كلنا هوا متنا. وي ار ديد. I can't be alone. طب ليش بتقتلني إذا you can't be alone? I can't be alone. بقتلني. مش قادر أضل لحالي. بقتلني. صرت لحالي. ويلن بهالفيديو صار حتت. وحتت وحتت. بدنا نعيد نفس الفيلم بس بدل ما نروح يمين نروح شمال. يلا بسيطة. وينك؟ اخ حقير. الإنسان وسخ يعني، غير انه بيقطع الإنسان وسخ. خرب بيتك على فكرة. يعني كتير في كتير في كتير يمه شافنا جايبين كتير شخصيات شنعه بهدي. شافنا نحن في موسيقى بتحسسنا انه في اشي مصيبة رح تصير. ابو مقص واللي بده ياكلنا وهذا المتخلف وكريس ووكر وبور رايدر. شو القصة؟ كمل هيك عمي سيدنا من الفساتين. هلا نعمل هيك وهيك. لا لا بي اوه هذا في باب. طريقنا هيك صح ولا غلط؟ والله ما عارف. طريقنا صح. طلع في باب عشان نروح شمال. انتحر. انا اقول لك معلش انتحر. باي ويلن. خلص. ارحم لك من هذاك. ما فيش. هذاك مصدوم اني بدي اتركه. تتركني؟ بعد كل هال هال هالفرحة. اوه. عشق 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 الكاميرا بعد كل هالفرحة والانبساط تتركني؟ لا مش طبيعي مش طبيعي. سكر. شو هاد؟ والله نسيت كل اللي كنت بدي احكي لكم اياه بهالفيديو. شو هاد؟ مش طبيعي مش طبيعي. طب نقدر نعمل هيك هلا. عنا بطارية زيادة. اوكي منيح بس مش بحاجة. ايوه لا بعدين قصة العرج هاي مش من مصلحتنا ابدا. هيعمل سيف. حلو. وديس دور نيد ذكي. الباب بده مفتاح برضو. حلو. بسم الله انخرعت. واللي لاقي المفتاح عبد. والله يكون بدي احكي لكم على برنامج شفته امبارح. برنامج تلفزيوني رعب هو اسمه The Dead Files. ملفات الاموات. والله حلو. يعني بيحكي عن وحده على اساس انها عندها زي قوى ذهنيه وانها بتشوف الاموات. قال برنامج تلفزيوني مش مسلسل. يعني على اساس انها حقيقيه هالبنت. يعني اسمها ايمي الين. فقال بتكون في عيلة بتحكي معها. يعني في كل حلقة بيكون في عيلة بتحكي معها انه مثلا هذا البيت بتتحرك فيه شغلات غريبة وبنسمع اصوات وبنشوف شغلات وقصص من هالنوع. فهي قال بتروح على هذا البيت بتقعد تستكشف وتمشي وتحس وتشوف شغلات. بتقول لك مثلا انه هون في واحد مات في سنة 1700 وخشبة
شنق حاله برباط بوت هيك يعني. وانه هون كان في مقبرة جماعية، انا حاس حالي تهت ما فيش اشي. انه مثلا هون كان في هاي بطارية، في مقبرة جماعية وقصة زي هيك، تقعد تحس وتشوف وتحكي. وبنفس الوقت بيكون في محقق FBI سابق برضه بقعد يجمع معلومات عن هذا المكان، بس ما بيكون في اي وسيلة اتصال بينه وبين هادي ايمي الين، عشان باخر الحلقة يقارنوا المعلومات مع بعض ويشوف اذا صار في توافق او لا، انه كأنه نوع من المصداقية بما معناه. وبرضه من ضمن الشغلات اللي بتصير انه هادي ايمي الين بتطلب من واحد برسم سكتشات انه يرسم شيء هي شافته، بتقعد توصف وهذاك برسم عشان تفرجي العيلة وتنصحهم يعني شو لازم يعملوا، لانه باخر شيء بتقول لهم شو لازم يعملوا، يا اما يطلعوا من البيت لانه ما فيش مجال نهائي لاي شيء ينعمل، او بتجيبوا راهب او بتجيبوا مش عارف شو حتى انه ينظف المكان. يعني احنا ما فينا الا بنلف. اوه هذا في شباك فوق. والبرنامج على فكرة زمان له تقريبا، بسم الله، تقريبا 9 مواسم او 10، يعني عليه اقبال كبير. فانا امبارح حضرت اول حلقة وشدني بصراحة. اوه شايفين شو كتب هذا؟ بقول لك جثث معلقة زي حباء، يعني زي الغسيل، على حبال الغسيل، وعبارة عن زلام مشوهة ومشنع فيها من هذا جلاسكن. وبيحكي لليزا انه اذا وصلت لهذا المكان او شفتيه احرقيه، دمريه، تخليش اشي. والله معك حق، انه مش طبيعي، مش طبيعي. خلينا نوقف الفيديو لهون اصدقائي، انه اعصابي باظت جدا وبنكمل ان شاء الله بالفيديو الجاي لويسل بلور الدي ال سي تبع اوتلاست. لا تنسوا اللايك وسبسكرايب اذا لحد الان ما اشتركت بالقناة، وشير للقناة لفيديوهاتها اذا حبيت. وانا ان شاء الله برجع لكم بفيديو جديد بامان الله.